واه يا حميد، والمشاهدين، واجيو تشوفوا البنكرياس اش كيسوى. السلام عليكم، معكم عماد فازمات، وهذا هو الفيديو الثالث ان شاء الله عندي في القناه. كيف عدتكم ان شاء الله غيكون على البنكرياس، كنتمنى انه يعجبكم. مهم ما تنساوش ديروا داكشي ديال جيم وابوني وبارطاجيو، المهم راكم عارفين. يلا دوز حيد. مسيو لو بونكريا كيجيني بحال شي واحد بورجوازي سيف سيد خدام على راسو، دق السكات غير انت عرقها ماكله وهو يطحنها ويريقل لك الحلاوه. ويلا حلي باش تولي ودير شي ابوني. سي بن كرياس اللي حنا ما كنعرفوهش كاملين، علاش؟ حيت جاي مخبي وما كنشوفوش وما كنحسوش بيه، وتاتي طرا فيه شي مشكل لا قدر الله عاد كنوضو نسولو فيه مالك اش طرالك ياك لاباس. وخاصه هادشي كيطرا في حالات سرطان ديال البنكرياس، لا قدر الله والله ينجينا وينجيكم. اجو بعدا نوقفوا على السميه ديال البنكرياس منين جات. بونكريا اسيدي اصلا اغريقي زعما من اليونان، ولا شدينا هاد الكلمه هادي وقسمناها على جوج ديال بونكرياس اش غتعطينا؟ بون اللي هي كل، كرياس اللي هي الحم. دابا بونكرياس هي كل الحم. واسمع حميد، وبونكريا وصدقات سميتو الحقيقية هي كل الحم. كنت كنحتار ما كخي البنكرياس صراحة، كنت كبير في عينيا على مد اليوناني. اللي اكتشف البنكرياس هو الجراح اليوناني إيغوفيلوس، ومولف على اللي سماه كل الحمى هو الطبيب اليوناني غيفوس. وما حشمتيش بلقيتي ما تسميه مسكين على قلة السميات، تسمي غير عماد بعدا والله الا قال لك كله لحمه. ونشوفوا دابا حنا العرب اش سميناه في اللغه العربيه. البنكرياس سيدي عندنا هو سأعود بعد قليل. سميناه المعسكلة من العسكول، والعسكول هو العنقود بحال مثلا العنقود ديال العنب ولا العنقود ديال التمر. السميات حنا عندنا كيبانو غير في الطبله ديال الماكله. اجيو دابا نشوفو الطول والعرض والوزن وحتى الشكل ديال البنكرياس كي داير. امشي نجيب المترو ونجي بحال تقول غادي نخيطلو شي جلابه. البنكرياس يا سيدي عنده في الطول تقريبا 15 سنتيمتر، وفي العرض ما بين 2 و 7 سنتيمتر، والوزن ديالو تقريبا ديك 70 غرام. اما الشكل ديال البنكرياس كل واحد كيفاش كيبان له، كاين اللي كيجي بحال حرف الجي، كاين اللي مثلا كيجي بحال شي عكاز محطوط هكا بالعرض، ومع انا في الجوع كيبان لي بحال غير شي سردينه. والقشره ديال البنكرياس رطبه وملسه وناعمه بحال تقول كيضرب كريم نيفيا في الليل قبل ما ينعس. البنكرياس كيكون مخبي هنا من مور المعده وقدام الكلاوي، ومحطوط بهذا الشكل هذا بالعرض، وحتى هو عنده الراس وعنده العنق وعندو الجسم وعندو واحد الديل صغير. كيف قلنا كيكون من مور المعدة وضاير به الطرف الأول من المسرار الرقيق، وعلى اليمين كاين المرارة والكبدة، وعلى اليسار كاين الطيحان. البنكرياس فيه جوج ديال القنوات، وحدة رئيسية سميتها قناة ويرسونغ نسبة للطبيب الألماني اللي اكتشف هذيك الساعة ملي كان كيقرا في قسم ديال التشريح. هاد القناة الرئيسية اللي قلنا اللي كاينة في البنكريا اللي سميتها قناة ويرسونغ كتلاقى مع القناة الصفراوية الرئيسية اللي جاية من المرارة، وهاد المرارة هادي هي واحد الصويك اللي كيتجمع فيه العصارة الصفراوية لابيل اللي جاية من الكبدة اللي كتعطيها لنا باش كتعاوننا في عملية الهضم. المهم كيتلاقاو بجوج، كيتلاقاو في المسرار الرقيق في واحد النقطة سميتها الأمبولة الكبدية البنكرياسية، أمبول دو فاتير. أما ديك القناة الثانية اللي قلنا اللي كاينة في البنكرياس فهي إضافية وسميتها قناة سانتوريني. البنكرياس أسيدي فيه بزاف ديال الأنواع ديال الخلايا، ولكن في هذا الفيديو غنهضر غير على واحد جوج حيت هما اللي مهمين بزاف. كاين خلايا جزر لانغرهانس وكاين خلايا اسينال. هاد خلايا جزر لانغرهانس كتقسموا ربعه ديال الانواع، كاين خلايا بيتا اللي كتعطينا الهرمون ديال الانسولين، كاين خلايا الفا اللي كتعطينا الهرمون ديال الجلوكاغون. تفرجوا في الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا الدور ديال الانسولين والجلوكاغون. عندنا خلايا دلتا اللي كتعطينا الهرمون ديال سوماتوستاتين، وعندنا خلايا غاما اللي كتعطينا الهرمون ديال بوليبيبتيد بنكرياتيك.
عديد البيبتيد البنكرياسي. هاد الهرمون ديال الصوماتوستاتين كيريقل لينا دوك الافرازات ديال المراره، وكيزيد في دوك الحركات ديال المصران دوك لي سبازم، وكيحبس لينا الانتاج ديال الهرمون ديال الانسولين والغلوكاغون. اما عديد البيبتيد البنكرياسي بوليبيبتيد بنكرياتيك فهو كيحبس لنا الانتاج ديال واحد الانزيمات اللي غنشوفو حتى هما في الفيديو، وديال العصاره البنكرياسيه العصير ديال البنكرياس، وهادشي كامل غنشوفو في الفيديو، غير تبعوا حتى اللخر. واللي كيميز هاد الهرمونات كاملين هما انهم كيكبوا في الدم نيشان حيت قراب لواحد الشعيره الدمويه رقاق. وعندنا خلايا اسينر اللي كتكون بنسبه 90% في البنكرياس، اللي كتعطينا انزيمات اللي كتعاون في عمليه الهضم، واللي هي الاميلاز والليباز والبروتياز. وزيد عليهم هاد الخلايا ديال الاسينر كتعطينا واحد العصاره اللي سميتها عصاره البنكرياس لو سيغ بنكرياتيك، وكتحضر واحد الجو ملائم باش هاد الانزيمات ديال الاميلاز والليباز والبروتياز يخدموا مزيان. ودابا غندوزو لواحد البارتيه مهمه بزاف، وهي الخدمه ديال البنكرياس. السي حميده اليوم كانت عنده تماره في الخدمه، جاي ميت بالجوع، الرجلين فاشلين، ما قادش يتحرك، سالت له الطاقه. مشى عند لاله كلثوم قال لها دير لي شي غدا يكون دايزو الكلام، راني ميت من الجوع. ومعاه لاله كلثوم عندها واحد التكشيطه باغا تخيطها تحضر الاسبوع ديال اختها، والشعار ديالها اقرب مسافه للرجل هي كرشو، دارت له واحد الغدا سانك سانك. السي حميده تكى على الطبله ما ناض. المهم اسيدي ضرب ليك مرميطه ديال المرقه زائد 4 ديال البطاطات زائد 11 عنبة زائد نص خبزة زائد كاس ديال الموناضة زائد 4 الشلخات ديال الكوار. المهم السي حميدة عمر الكريشة اليوم، دار البلان وعرقا حلاوة، قريب يولي خلية ديال النحل. السي بنكرياس في هاد الحالة هادي كيصيفط لنا عصير ديال البنكرياس، العصارة البنكرياسية اللي كتلاقى مع العصارة ديال المرارة اللي كتكون جاية من الكبدة. هاد جوج ديال العواصر هادو كيعاونونا في عملية الهضم. العصير ديال البنكرياس كيكون بالطبيعة ديالو قاعدي، يكون فيه الماء والبيكربونات الصوديوم باش كيريقلنا ديك الحموضة ديال المعدة باش كيتأكتيفاولنا دوك الأنزيمات. هاد الأنزيمات هادو كيعاونو تاهما في عملية الهضم، أنزيمات اللي كتفرتت لنا الماكلة لطرافي صغار بزاف باش تكون عملية الهضم والامتصاص ديالهم سهلة. عندنا ثلاثة ديال الأنزيمات. الانزيم الاول سميتو الاميلاز اللي كيساعد على عمليه الهضم ديال الكربوهيدرات بحال الخبز والسكر، وهاد الكربوهيدرات هما المازوط ديال الجسم اللي كيعطيونا الطاقه. وكاين الانزيم ديال البروتياز اللي كيكون فيه التريبسين والكيموتريبسين اللي كيهضم لنا البروتينات كتكون مثلا في البيض واللحم وكيحولها لاحماض امينيه. وكاين الانزيم الثالث اللي هو الليباز اللي كيطحن لنا الدهون الشحمه وكيحولها لنا الكوليسترول. وهاد الانزيمات هادو كيتحكم فيهم مجموعه ديال الهرمونات اللي كتكون خاصه في المعده واللي في المصران، وما كيتاكتيفاو هاد الانزيمات وكيخدموا حتى تجي الماكله. وما نساوش الدور الاساسي اللي كيلعب لنا البنكرياس في الريغلاج ديال السكر في الدم. الهرمون ديال الانسولين اسيدي كيف قلنا في الاول ديال الفيديو كتفرزوا لنا خلايا بيتا اللي كتكون في البنكرياس. الانسولين اسيدي كيهز لنا الجلوكوز اللي تيكون في الدم اللي هو السكر، وكيخشيه لنا في الخليه، كيحل الخليه وكيخشيه، وكيستعمل الجسم على شكل طاقه بحال تقول هو المازوط ديالنا، وبلا بيه الرجلين كيفش. واللي شاط من السكر كيتخبى في الكبده على شكل جليكوجين لدويه الزمان. والنهار اللي السي حميده داز مع لاله كلثوم وبغى شي خيط ليها التكشيطه، لاله كلثوم خلاته بالجوع ما طيباتش له الغدا ذاك النهار. تما باش السي حميده غادي يعوض داك السكر اللي نقصلو والمازوط الطاقه اللي تقادات له، اش كيطرا؟ كتنوض الخلايا الفا اللي في البنكرياس كتفرز الهرمون ديال الجلوكاغون، وكتقول للسي حميده لا لا يحوجك لديك لاله كلثوم، وكتنوض وكتحول داك الجليكوجين اللي خبينا في الكبده لدويه الزمان كتحولو للجلوكوز للسكر وكيرجع في الدم. وتما السي حميده كيرجع الطاقه ديالو، المهم كيرجع له السكر في الدم بينما ما يديباني راسو بشي ساندويتش ولا شي بيضه مطيشه ولا. الصراحه تحيه للكبده والمراره والبنكرياس، وما نساوش المسرار الرقيق، زعما متعاونين بعضياتهم، ما بيناتهمش داك الحساد والحسابات شد عليا نقطع عليك، الناس متعاونين بعضياتهم باش تاكل واحد جوج دغمات ويتهضموا ويتلاحوا في سلام. اجيو نشوفوا دابا السي بنكرياس منين كيمرض. عندك اسيدي التهاب ديال البنكرياس بونكرياتيت اللي كيكون سبابه غالبا هو ان ديك القناه ديال البنكرياس كتبوشه، يا اما بشي حجره مثلا او لا كونسير الله يستر. ودابا المشكله ان داك العصير ديال البنكرياس اللي كيعاوننا في الهضم كيبقى واحل في البنكرياس، يبدا ياكل في راسو. فكرني في الدعوه ديال الوالده ديالي تكون فيا الجوع وهي طالع عليا الدم وكنقول لها باغي ناكل، كتقول لي تاكل راسك، وبحال هكا كيطراو ياك ما متوادعات فيه. وهادشي تيكون سببه غالبا يا اما واحد الحجره هبطات من المراره
وبوشات ديك القناة ديال البنكرياس ولا الشراب الكحول، والحريق تيكون في فم المعدة وكيمشي لجهة الظهر. وعندنا الله يستر سرطان ديال البنكرياس، هنا المريض كيحس بالحريق في الفم ديال المعدة والجلده ديالو والعينين كيوليو صفرين وكيفقد الشهيه، ما كيبقاش قد ياكل، وكيقولوا بلي واقيلا الكارو والشراب هما السبب. والمرض الثالث هو مرض السكري اللي نقدروا نهضروا عليه ان شاء الله في شي فيديو. السكري كيف كتعرفوا فيه ثلاثه ديال الانواع، كاين النوع الاول والثاني والثالث ديال الحماله. هنا غنهضروا غير على النوع الاول والثاني. السكر اسيدي من النوع الاول كيكون ملي كيكون عندنا شي مشكل في المناعه، والخلايا البيطا اللي في البنكرياس اللي مسؤوله على افراز ديال الهرمون ديال الانسولين كتاكل الدق، وصافي هنا ما كتبقاش قاده انها تخدم مزيان، صافي وكيجينا السكري من النوع الاول. اما النوع الثاني فهو كيجي من الكبده، ما كتبقاش قاده انها تخبي لنا السكر على شكل جليكوجين دوائر الزمان او البنكرياس، هو براسو ما كيعطيناش الانسولين بكميه كافيه، وهنا كيتخربق لنا السكر. والنوع الثالث كيف قلنا ديال الحماله. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم وتلقاو شي معلومات فيه. كنشكركم بزاف، وما تنساوش ديروا داكشي ديال جيم وابوني وبارطاجيو، المهم الا لقيتو فيه ما يتبارطاجا و قال صافي ساليت الفيديو ساليت.